الأقمار الصناعية ينضم إلي من إربيل موفد أخبار الآن إلى العراق حسام الأحبابي. حسام مساء الخير. بداية لو تضعنا بأجواء هذا النصر على تنظيم داعش، وطبعا كلمة لك لتحدثنا عن وجهة القوات العراقية المقبلة. نعم زميلتي ميسون، شكرا لك. بالفعل يعني الأهازيج والانتصارات يحتفل الجنود العراقيون من مختلف التشكيلات، سواء كانت قوات الرد السريع العراقية وقوات الشرطة الاتحادية وحتى قوات مكافحة الإرهاب وقوات التابعة للجيش العراقي. هذه الاحتفالات بدأت منذ مثل ما قلنا كان التحرير على الأرض بالفعل تم خلال 7 أيام، وهذه الأيام الأخيرة اليوم 8 واليوم 9 هي فقط لتطهير وفلول تنظيم داعش من يعني في هذه المناطق التي يتمركزون فيها. الأهازيج أيضا حملت كثير من يعني من المعاني والعبر التي ربما تشير إلى وجهات مقبلة تحدثنا فيها عن هذه الأهازيج. ربما هؤلاء الجنود لديهم معلومات فعلا أدخلوها في أهازيجهم بخصوص يعني الوجهة المقبلة للقوات العراقية لتحرير ما تبقى من تنظيم المدن التي يحتلها تنظيم داعش. يعني الوجهة المقبلة وفق المداولات العسكرية ما بين القادة العسكريين والقادة حتى المسؤولين الذين قدموا من بغداد تتحدث في الغالب تتحدث إلى مناطق غرب محافظة الأنبار وشمالها. هذه المناطق التي ما زالت تنظيم داعش يحتل هذه المناطق، في مثل ما تعرفون مناطق القائم وراوة وبعض المناطق القريبة من الرطبة. هذه المناطق هي اللي المحاذية حدوديا ما بين العراق وسوريا من جهة دير الزور. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، كنت أريد أن أتحدث عن بعض التطورات الميدانية الخاصة بمدينة تل العفر. مثل ما ذكرتي حضرتك، يعني كان فعلا مدينة تل العفر يعني هي الآن محررة بالكامل. توجهت منذ 3 أيام قوات عراقية لتطبق الحصار على المتحصنين والهاربين مقاتلي داعش في ناحية العياضية، هذه المنطقة الواقعة إلى الغرب من مدينة تل العفر والواقع على الطريق العام باتجاه منفذ ربيعة العراقي واليعروبية السوري. وفق المعلومات الأخيرة التي حصلنا عليها، ربما هو الحدث الأبرز لهذا اليوم هو تمكن قوات البيشمركة المتمركزة والمنتشرة في على الطريق باتجاه منفذ ربيعة والتي تؤمن منفذ ربيعة ومنطقة ربيعة، تمكنت من قتل 4 من مقاتلي داعش خلال محاولتهم الهروب من ناحية العياضية واعتقال 12 منهم. طبعا هؤلاء المقاتلون مقاتلو تنظيم داعش هم يعني حاولوا الهروب عبر ربما مثل ما سمعنا يعني كانت هناك انفاق. الكل يعرف ان هناك 12 نفقا كان قد انشاهم تنظيم داعش في مدينة تل العفر من بين هذه الأنفاق ما هو موجود في ناحية العياضية التي ربما استخدمها هؤلاء المقاتلون للهرب باتجاه منفذ ربيعة العراقي أو المناطق الصحاوية المقابلة أو المجاورة لها. أيضا مثل ما قلنا ناحية العياضية الآن تشهد عمليات تطهير وعمليات تنظيف لفلول تنظيم داعش الذين تمكنوا من الهرب قبل وصول القوات العراقية إليهم في مدينة تل العفر، تمكنوا من الهرب إلى هذه الناحية. نعم، فيما ولا يزال هناك فلول ويتم العمل على دحرهم من العياضية هنا. نعم نعم، هل ممكن أن تعيدين السؤال؟ لا زال يعني كما قلت حسام، كما فهمت منك، لا يزال هناك فلول لداعش في العياضية ولا تزال الجهود لدحرهم جميعا. وفق المداولات العسكرية التي استمعنا إليها من بعض القادة العسكريين، يعني هذه المداولات كانت تتحدث أنه العملية العسكرية التي شهدتها مدينة تل العفر والمناطق التي حولها ربما كانت المقاتلين التابعين لتنظيم داعش هم مقاتلون كانوا بلا أسلحة وكانوا يعتمدون فقط على المفخخات لمواجهة القوات العراقية. فبعد أن خسروا كل هذه الأسلحة بدأ لجوءهم فقط هو نحو تكوين ملاذات آمنة لهم، سواء في مناطق غرب منطقة مدينة تل العفر
أو في المناطق الواقعة باتجاه شمالها باتجاه جبال شيخ إبراهيم، هذه المنطقة التي تبعد عن الحدود العراقية التركية وربما المثلث الحدود العراقي السوري التركي بما لا يقل عن 70 كيلومترا. شكرا لك على كل هذه المعلومات حسام الأحبابي، معلومات وافية جدا قيمة. شكرا لك موفد أخبار الآن إلى العراق. شكرا.